البقاء في الزمالك كان مستحيلا في الوقت ده؟ كان كان مستحيل. وهل ده كان سبب انك ما خدتيش مستحقاتك ولا بسبب ايه؟ ايوه ده كان سبب طبعا من الاسباب. والسبب التاني ان انا اتفوتت كذا مره مع الاداره وقعدت كذا مره معاهم وما كنتش بلاقي اي حاجه واضحه ولا اي اجابه. وكان عندي مشاكل كبيره جدا مع رئيس الجهاز. في الوقت ده كان مستحيل. ما عجبنيش طريقه التعامل معايا في الفتره الاخيره في الزمالك. لان كان يعني ما كانش في إجابة لأي حاجة. وقعدت كذا مرة وما كنتش بوصل لأي حاجة خالص. فيعني كانت طريقة ما عجبتنيش. منذ عودة مجلس مصطفى منصور كان شغلهم الشغل والتفاوض مع لعيبة الأهلي فقط. واثقين من قدرتنا في التتويج باللقب الأفريقي ولن نفرط في اللقب. طبعا يعني الحمد لله كنا واخدين 3 بطولات. فكنا واثقين جدا جدا من نفسنا في البطولة. بس يعني ما عنديش حاجة أقولها غير إن ده الحمد لله عدم توفيق يعني وقدر الله ما شاء فعل. يعني اللي حصل في ماتش النهائي وكان إيه شعورك وانت شايفة الزمالك بياخد اللقب منك على أرضك؟ يعني شعور أتمنى ما حسهوش تاني بصراحة. كان إحساس وحش جدا جدا. واللي حصل ما كان عدم توفيق. فعلا كان عدم توفيق ان احنا كنا راكبين الماتش كويس جدا. والشوط الرابع احنا كنا راكبينه من اوله. بس هو عدم توفيق يعني الحمد لله.